انتوا متأكدين ان الراجل اللي كنتوا تنزلوا من الكبانيه؟ ايوه متأكدين، بس مش ده اللي قلقني. المشكلة ان السباكة في العمارة دي مش كويسة، فأنا خايف الكبانيه ده ما يوديناش عالم الجن. أمال هيودينا فين يعني؟ ممكن بعد الشر، بعد الشر يعني يودينا عند سلاحف النينجا. بص يا سيد، احنا ونصيبنا، احنا هنركب الكبانيه ومكان ما يقف هننزل. بس عارف لو وصلنا انا مش هركب عربيتي تاني، انا هتحرك بالكبانيه بس. طب خدوا بقى شنطة الدجالة اهي، وخدوا السندوتشات دي عشان الطريق. طيب حطيتي لي المايوهات ومضارب الراكت في الشنطة؟ مايوهات ومضارب راكت ايه؟ هو احنا طالعين مرسى مطروح؟ احنا هننزل عالم الجن. طب يلا انا هركب هنا. لا يا حبيبي انا اللي هركب جنب الشباك. انا هركب وانا راجع. لا ماليش دعوه، انا بحب اركب جنب الشباك. انجزوا وخلصوا بقى. ننجز ليه وانت جاي معانا؟ لا عايز اخش الحمام. طيب يلا بسرعه. يلا بسرعه فخر. مين اللي هيصرخ صرخه الانثى ومين اللي هيدوس؟ انت صرخ صرخه الانثى عشان صوتك رفيع وانا هدوس. ماشي، تشكريني يا عم سيد يا ابو الاصول. تشكري. قصدي والله، بس انت صوتك رفيع فعلا. ماشي. انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ شكلك حلو قوي وانت بتصرخ صرخه انثى. ماشي، طب انجز طبعا عشان ننزل بسرعه. يلا يلا دوس. استنى طيب. يلا هصرخ. صرخ يلا. سيد، سيد انت كويس؟ الحقنا يا فخر، انا بغرق يا ابني. انا واقف لك على القعده اهو، هات ايدك هات. ايه ده؟ احنا خرجنا في حمام برضو. ايوه يا ابني، ما احنا ركبنا من حمام يبقى هنطلع في حمام. بس ما فيش اي حاجه هنا تدل ان احنا في عالم العلم والجن. اسمه عالم الجن، ما تقعدش تقول العلم والجن عشان تخوفنا. بقول لك ايه، اسالني الواد اللي هناك ده اقول له ايه الدنيا. كابتن انسان. آه! عفريت بجد يا فخر، عفريت بقرون. يا نهار اسوح، انت خدت بالك يا انا ده خاف مننا؟ لا مش لدرجه خاف مننا يعني، هو تلاقيه بس اتكسف لما لقينا واقفين عريانين في الحمام فجري. ايه ده، احنا واقفين عريانين؟ لا مش عريانين. طب امال بتقلقني ليه؟ بتقلقني ليه يا ابني؟ انا ناقص. مش طبيعي برضه يا فخر يعني ان عفريت يخاف مننا. يا حبيبي احنا عندهم فيخافوا مننا، زي ما هم يبقوا عندنا فاحنا نخاف منهم، فاهم؟ انت كداب يلا ولا فاهم ولا زفت والله العظيم. بص يا بابا، الموضوع بسيط، عامل زي دوري ابطال اوروبا كده، ذهاب وعوده. برشلونه على ارضها بتعمل ايه؟ بنخاف منها. واحنا لما تجيلنا برشلونه بنعمل ايه؟ بنخاف منها برضه. طيب يبقى احنا تمام يا بابا، في ايه؟ افتح لنا الشنطه دي، شوف لنا الدجال حاطط فيها ايه. شنطه الدجال؟ ما هو انا سبت شويه حاجات منها في البيت قبل ما اجي. انت بتتكلم بجد؟ لا لا يا عم بهزر عليك واحد. انا قلت بس اقول لك مفارقه لطيفه كده يعني تخفف من عناء الموضوع اللي احنا فيه. طب انجز. طيب ايه؟ انجز افتح لنا شوف لنا الشنطه دي فيها ايه؟ في كتاب اهو. حلو، ده اكيد هيفيدنا في وقت. حطه. ماشي. الحاجه دي تحافظ عليها زي عينيك. ماشي. وفي ايه ده؟ في زجاجتين. ايه ده؟ ايه دول؟ مش عارف، ده غالبا عصير فراوله وده عصير بنطلون جينز. الفرقه دي؟ لا ما هو مفيش فاكهه زرقاء فخر. ايوه صح عندك حق. هي الصراحه كانت مفارقه، بس لما لقيت دمها تقيل فقلت اخدها في الجد يعني. طيب ما تهزرش بقى هنا تاني. ما تهزرش هنا تاني. خلاص يا فخر، احنا مش واقفين في حمام الفور سيزون، احنا واقفين في حمام في عالم الجن. طب يا فخر اعمل ايه طيب؟ يعني اقف كده ثابت كده وخلينا نشوف هنعمل ايه. زي ما بقول لك، عندكم بني ادمين في الحمام. بني ادمين في حمامنا؟ دي حاجه غريبه قوي. اللي انا اعرفه ان احنا اللي بنطلع لهم في حماماتهم، مش هم اللي بيطلعوا لنا. لا اسمح لي، دول عيال عفاريت. ما هم ولا شياطين حمر ولا جن ازرق، لونهم ابيض، يبقى اكيد بني ادمين. ابيض؟ لا انت شكلك تقلت العيار حبتين، زودتها شويه. انا مراقبك من الصبح على فكره، وعموما انا هاجي معاك الحمام عشان اكد لك ان حمامنا نظيف ومطعمنا نظيف، مفيش الحاجات دي. اتفضل. اتفضل. تعال 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 تعال، مفيش حاجه. السلام عليكم. لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال واحد. امر يا باشا. ما لمحتوش اي حاجه غريبه وانتوا في الحمام جوه؟ هو في اغرب من اللي احنا فيه ده؟ انت مش مستغرب؟ استغرب ليه؟ ده عفريت.
واحنا عفريت يا سيد. احنا لسه بنقول السلام عليكم. يا امك حاجه غريبه زي ايه حضرتك؟ اصل الاستاذ بيقول ان في بني ادمين في حمامنا. بني ادمين؟ يمكن قصده علينا قبل ما ندهن. طب ما تكمل له الحكايه بقى، قول له على السحاوي وقول له على الفلوس واخواتنا وكل حاجه. زلت لسانه، زلت لسانه، النظار خدني بس. طب اسكت يا سيد. انا خايف، او خايف منه جدا. لو عييت هنا هيحرقونا. انا هتخنق. ما تتحياش، ما تتحياش خالص. لا يا باشا، هو الصراحه كان في بس حاجه غريبه، بس انا اللي استغربتها هنا يعني على المكان النظيف ده. الشطاف كان بايظ شويه. شفت؟ يعني ما فيش بني ادمين، الشطاف هو اللي بايظ. بعد اذنك ما تروجش اشاعات على مطعمنا لو سمحت. فضح حضرتك على ترابيزتك. اعدم قروني شفتهم جوه. ما خلاص يلا اتنح انت يلا. ما قال لك ما فيش بني ادمين يا. امشي غور على ترابيزتك يلا. ماشي ماشي. منورين يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ينفع نخش ندفع حاجه؟ ادفع براحتك يا فندم. حبيبي يا ريس. بعد اذنك. اتفضل. صباح الفل مولعه. اوو فخر. عايز ايه؟ ولا ده نجده عفريت ولا جدي؟ لا هو اكيد عفريت، مفيش جدي بيقعد على الكرسي ويتكلم كده. هو انت ليه مش ملون تحت عينك؟ ولا ده اجهاد؟ يا عم الازازه خلصت مني، وبعدين لو حد سالنا احنا مقشرين ليه كده هنقول له ان احنا راجعين من الساحل. ماشي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. تشربوا حاجه؟ شوف كده هتشربنا ايه؟ اجيب لكم زفت، اجيب لكم قطران. ما تتكلم عدل يا جدع انت. انا مش فاهم ايه قله الذوق دي. يا فندم ده اللي موجود في المنيو. في زفت، في قطران سخن وساقع، في كمان مشروب اللهيب الغير كحولي، في كمان بقى سموزي جهنمي لذيذ قوي هيعجبك. انا هاخد السموزي الجهنمي اللذيذ اللي هيعجبني قوي ده. اوكي. وحضرتك؟ لا يا باشا انا هاكل وبعدين اشرب. اوكي يا فندم. شكرا. هو انت اشمعنى طلبت المشروب ده بالذات؟ عشان ما بحبش بقيه المشروبات. فانت عارف ده وبتحبه يعني، وجيت تشربه زي ما بتشربه هنا على طول. يا فخر ما تقطمنيش يا فخر، انا بملى مع الراجل عشان ما يفقسنيش. انت عارف ان انت اول ما تشربه هتموت يا سيد؟ بجد يا فخر؟ بجد يا فخر. ده ابتدى بزفت وقطران، قمت انت متفزلك ومتشملن ومختار الانجليزي سبوسي اتش مش عارف ايه، رحت مختار. شوف لنا الكتاب بس مكتوب فيه وهنوصل لخالد ده ازاي. ده شكله جدي جدي. ما تقعدش بقى تتسحل معاه. بقول لك ايه، عايز تتسحل اكتر بص على اللابس اسود. يا دين النبي. ايوه انا بقول لك مش هنخلص بقى. هنبص دي شعرها ودي دماغها مش موجوده وده مش عارف عامل ازاي، مش هنخلص. اقرا لنا بقى الكتاب ده ايه الدنيا. بص يا اخويا، الكتاب مبدئيا اسمه كيف تعيش مرتاح في عالم الاشباح. انت هتشتغلني ولا دي مفارقه من مفارقاتك؟ لا والله مش مفارقه خالص، حتى ما تضحكش يعني، هو اسمه كده. خد اقرا. تمام تمام. لا 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 انت فهمت ايه، انا مش قصدي يعني اقول انك ما بتعرفش تقرا وتكتب. ما انت قلتها يا سيد. والله العظيم مش قصدي خالص ان اعايرك بانك جاهل. ما انت بتعمل كده يا سيد دلوقتي حالا. يا اخي انا عمر ما جت في دماغي الفكره اصلا انك امي. امي؟ انا مش امك يا سيد. بقول لك ايه، انا بعرف اقرا على فكره بس انا بكسل. لا هو الصراحه انا فخر انت بتعرفش تقرا. لا بعرف اقرا. طب احلف كده فخر انك بتعرف تقرا. ما ينفعش احلف واحنا في عالم الجن، وبعدين احنا لسه خارجين من الحمام. ماشي اتفضل. بص، اول حاجه بيقولها الكتاب لازم نبقى لابسين التوك اللي على دماغنا دي اللي هي القرون. احنا تمام كده. تاني نقطة، احنا لازم نقوم نتدهن دلوقتي حالا يا فخر. انت بتتكلم بجد؟ امال اللي في وشنا ده ايه؟ بوسة مثلا؟ سيد ركز في الكتاب بالظبط وشوف هنوصل لخالد ازاي. حاضر اخويا. اهو اهي النقطة دي، النقطة دي بقى هي اللي بتقول لنا ازاي نوصل لأي عفريت، اسمه وعنوانه وكده يعني. لازم نروح السجل المدني بتاعهم، قسم اللبس والتلبيس. حلو. شوف لنا بقى عنوان السجل المدني عندك. مش مكتوب، بس مكتوب قسم اللبس والتلبيس. احلى سموزي لاحلى عفاريت في الدنيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. ده جايب لك ام علي اهو يا عم كمان. اتفضل. تسلم ايدك. ده ليا انا؟ ربنا يخليك. تسلم. معلش يا باشا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو فين عنوان السجل المدني؟ ده اخر الشارع بعد سينما جهنم الصيفي على طول. تمام يا باشا، هسالك سؤال تاني. تحت امرك. هو بيفتح امتى الصبح بالظبط عشان نلحقه من اول النهار؟ الصبح. لا ما فيش حاجة يا باشا. شكرا خلاص، أنا عارف. متشكر أوي. هاف أ نايس تايم. إيه اللي أنت بتتحبب تقوله ده؟ ما فيش حاجة عندهم هنا اسمها الصبح، عندهم هنا الليل بس. يا سلام، أنت هتشتغلني أنا؟ أنت عمر طلع لك عفريت الصبح؟ أنا عمري ما طلع لي عفريت أصلا. يعني ما طلعلكش الصبح، يبقى بيطلعوا بالليل بس، يبقى ما عندهمش الصبح، عندهم ليل.
يا ابن اللذينة، شوف لما بتشغل دماغك يا سيد بتبقى نور وبتفهم ازاي. بنكمل بعض يلا، بنبقى عاملين زي حسام وابراهيم كده. برافو عليك، تستحق بقى تنتحر وانت مستريح. شوف بقى هتنتحر بالسموزي ولا بام علي. لا انا مش هقدر اشرب ولا اكل الحاجات دي. لا لا انا هاكلك ام علي. لا لا جميله يلا. يا الله اكبر دي قمر. يلا افتح افتح بقى. الجو هنا برد قوي على غير عندنا. ايوه ما هم عكس عندنا، يعني بيبقى عندهم شتاء احنا بيبقى عندنا صيف، زي تايلاند كده، والعكس برضه. لو عندنا احنا صيف هم يبقى عندهم شتاء. يا دي النيلة يا دي النيلة يا حضرت، دي رابع مرة تعدي عليا واقول لك ان موضوع انك تلبس عمرو دياب ده مش تخصصي مش قراري. وبعدين تعالى هنا، انت مين انت؟ شهادتك ايه انت؟ مؤهلاتك ايه انت عشان تلبس الهضبة ذات نفسه؟ يا مدام لازم البسه، عارفة ليه لازم البسه؟ ليه يا خوي؟ عشان لو اتساب انا هيجيلي تعب اعصاب. يا مدام ده حلم حياتي من وانا عفريت صغير، وزي ما حضرتك بتقولي دي رابع مرة اجيلك فيها، وانا سايب الورشة وقافلها في المرج. ارجوكي حاولي تساعديني. اولا عانسة، ثانيا ان شاء الله تكون جاي من جهنم. انا مالي لما تيجي الاستاذة فايقة من اجازة الوضع تبقى تشوف موضوعك. تعال لنا بعد شهر يا مدام. عانسة عانسة انت اطرش قرف ده على الصبح اللي بعده. مساء الخير يا فندم. اهو مسا وخلاص اقمر الامر اللي احنا بس كنا جايين. عم مختار اعمل لي كوباية زفت عايز اظبط دماغي. وهات لي مية نار معدنية، أهم حاجة تكون معدنية ما بشربش غيرها. حارق نار في جتتك يا فندم. تسلم يا أخويا. ها معلش كنا عايزين نسأل بس على عنوان واحد. اسمه إيه الواحد ده؟ اسمه خالد أبو الوفا. مفيش أي حاجة تانية تميزه؟ هو لابس واحدة اسمها دعاء. تمام. خالد ابو الوفا خالد ابو اهو لقيته. تمام. طب ممكن تديني عنوانه بقى؟ لا الموضوع ده مش اختصاصي، لما تيجي مدام فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف الموضوع ده. عدوا علينا كمان شهر. ايوه بس شهر ده كتير جدا. انا مالي يا اخويا انا مالي، انت هتوجع لي دماغي ليه؟ ورايا شغل قد كده. طب حضرتك متعصبه علينا كده ليه؟ انا مش فاهم يعني. متعصبه ولا متهببه؟ انت مالك انت؟ انت جاي تشوف مصلحتك ولا تطمن عليا؟ وبعدين اخلص بدل ما اوريك العين الحمراء. يما يما. وبعدين يا فخر هنعمل ايه؟ اديها رشوه. اديها رشوه؟ طب بعد اذنك يا فندم ممكن اديكي رشوه؟ شوف هو في كده؟ انت عبيط يالا؟ دي اسمها رشوه، يعني خش رش على طول. اديلها على طول كده من غير ما استاذنها؟ ايوه يا عم، مش الراجل ادانا فلوس في الشنطه دي؟ معايا فلوس. طب طلعها، انت كنت شايلها ليه عشان تغيرها من الصرافه لما نرجع؟ امسك انت دول عشان ما تطمعش. ماشي. طيب وكده نيجي كمان قد ايه؟ لا كده الموضوع اختلف، عدي عليا كمان اسبوعين. طب وكده؟ لا كده تعدي عليا بكره. طب وكده؟ عيني على الدنيا وعلى حالة زمان ده. لا كده يا بيه حضرتك هبقى اعمل لك برنت دلوقتي حالا، شايف الناس الكمل؟ دقيقة واحدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا عفريت النور؟ عمرني. ورشة لوست خالد فين؟ الشارع اللي جاي علينا بالشمال. تسلم لي يا حبي. عايزين نعمل اللي اتفقنا عليه بالظبط، نسترجل ونجمد قلبنا. ما تقلقش هنكسر الدنيا. نكسر الدنيا ايه؟ احنا نازلين في العيد. يا حبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي كنا عايزين لوست خالد بس. احنا لوست خالد. انتوا مين؟